بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بمدينة السلام بعتق حرسها الله، يسرها أن تقدم لكم هذه المالي. فما هذه الموالد، وما هذه الاحتفالات، وما هذه المناسبات التي يجعلها في رجب إلا استدراكا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: وشر الأمور محدثاتها، شر من الخمر، شر من السموم، شر من الحشيش، وهذه أشرار عظيمة، وشر منها البدع. خطبة قيمة بعنوان: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للشيخ الفاضل أبي الحسين حسن ابن علي عليوة حفظه الله تعالى ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان رسولنا عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يردد هذا الكلام على أصحابه، وأن أصدق الكلام وأصدق الحديث كلام الله عز وجل. فهذه الجملة فيها أن العبد يرجع إلى كتاب ربه ويصدق أخباره، فإن أخبار الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهي صدق في الإخبار وعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأخباره صدق وأحكامه عدل، فلا أحسن من أخباره ولا أفضل من أحكامه. فالمؤمن المطمئن المستيقن بالإيمان يصدق أخبار الله سبحانه وتعالى، ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، وأن خير الكلام كلام الله، وأحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فلا يمل العبد من قراءة كلام الله لما فيه من الهدى والنور. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما هناك كتاب يطمئن القلوب ويشرح الصدور ويزيد الإيمان مثل كتاب الله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله،
فيا عباد الله، العودة إلى هذا القرآن الذي فيه عزنا ورفعتنا وفيه مكانتنا ومنزلتنا، وإنه لذكر لك ولقومك، أي رفعة لك ولمن آمن بك واتبعك. فإذا أراد العباد أن يرفعهم الله وأن يعزهم الله فعليهم أن يحكموا كتاب الله، يؤمنوا بأخباره ويعملوا بأحكامه، ففيه الهدى والنور. فلما آمن الصحابة بذلك أعزهم الله، كانوا أواخر الأمم فصاروا رؤوس الأمم، كسروا كسرى وقصروا قيصر، لا بكثرة العدد ولا بكثرة المال والعدد، وإنما بهذا القرآن الذي عملوا به، فصاروا يعتزون به، كما قال عمر: كنا في ذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه المقدمة: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. الواجب على العباد أن لا يجعلوا لهم قائدا ولا إماما يأخذون بكل أقواله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هديه خير الهدي. ومن نواقض الإسلام من ظن أو اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هديه، وأن حكم غير الرسول أفضل من حكمه، كفر بالله العظيم وخرج من ملة الإسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يردد في كل خطبة: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاءنا بالهدى وجاءنا بالنور وجاءنا بالطريق القويم والصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون علي. فالرسول عليه السلام يبعد الأمة من النار ويقربها من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. فعلى المسلمين جميعا أن يقتدوا بهذا القدوة العظيمة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في هذه المقدمة: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. انظر يا عباد الله، شر الأمور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. لو لم يكن للمبتدع إلا هذا الحديث لكان زاجرا له، كل عمل يتقرب به إلى الله مردود في وجهه، مردود عليه، لا يقبل الله من العمل إلا ما شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالدين مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. الدين مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله، لا بالأهواء والبدع. فأهل البدع أعمالهم مردودة عليهم، أعمالهم مردودة عليهم ولو تقربوا ليل نهار، حتى تكون على هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. هذا حكم البدعة، أنها إحداث في الدين ما ليس منه، إحداث في الدين ما ليس منه. وما الحكم؟ قال: فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية مسلم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء ابتدع أو عمل بما ابتدع غيره.
فإن من عمل عملا مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن خالفت أمر رسول الله أن أزير. رواه البخاري. أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن شيء فيقول: قال رسول الله كذا، ثم قال: إني لأعمل بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخالف عمله، إني أخشى إن خالفت أمره أن أزيغ. فكانوا يخافون أن تزيغ قلوبهم إذا خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البدعة يا عباد الله أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويوشك أن يتوب، إلا المبتدع فإنه لا يتوب ولا يوفق للتوبة إلا أن يشاء الله. ولذلك قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله ببدعته، فكيف يتوب إلى الله من شيء يتقرب إلى الله؟ فمن هنا دخل عليهم إبليس الرجيم وأمرهم بالبدع. وهذا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام رجل ذو الخويصرة اليمامي، والرسول يقسم غنائم حنين فيقول: اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أول بدعة في الإسلام يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام في أمانته وفي دينه وفي قسمته وفي ورعه، فيقول: هذا المبتدع رأس البدعة ورأس الضلال، اعدل يا محمد، والله ما رأيتك عدلت، اتق الله واعدل. سبحان الله. فالرسول عليه السلام قال: ويلك من يعدل إن لم أعدل. فقال رجل: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه فسيخرج من ضئضئ هذا، أي على مذهبه ومنهاجه، أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلما كان في عهد عثمان خرجت الخوارج فقتلوا عثمان، ثم خرجوا على علي فقتلوا عليا رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة. هؤلاء الخوارج هم أول من خرج على أهل الإسلام، وإنما كان مشربهم الفتنة والبدعة والدنيا، أعاذكم الله من ذلك. فانظروا يا عباد، أول بدعة في الإسلام تظهر بدعة الخوارج، وإلى يومكم هذا وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون المصلين وأهل الصلاة. والذي قتل علي بن أبي طالب يقول: قتلته أتقرب إلى الله بدمه، يتقربون بدماء المسلمين إلى الله. هذه البدعة، هذه البدعة عمل في الدين ما ليس منه، يقصدون به التقرب إلى الله، وهم أهل بدع. وخرجت الخوارج والقدرية والجهمية والشيعة والرافضة والمعتزلة وغيرهم والصوفية وغيرهم من أهل البدع. وانظروا هذا الشهر شهر رجب كم فيه من البدع، كم تسمعون، كم تقرؤون، كم ترون من البدع من أوله إلى آخره. والناس يبتدعون في أول ليلة جمعة من رجب صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، ليلة 27 من رجب يبتدعون احتفالا بالإسراء والمعراج ما أنزل الله به من سلطان، ويجعلون في هذا الشهر ذبائح أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. فالبدع الكبرى والبدع الكثيرة في هذا الشهر تكثر أكثر من غيرها، وإنما المبتدع يستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام. فشرعوا صلاة لم يشرعها الرسول، صلاة الرغائب في رجب، وشرعوا ذبيحة لم يشرعها الرسول، وشرعوا احتفال لم يشرعه الرسول، فكأنهم قالوا: رسول الله قصر، وقد أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: ما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد الرسول، فلا يكون اليوم دينا. فما هذه الموالد، وما هذه الاحتفالات، وما هذه المناسبات التي جعلوها في رجب إلا استدراكا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: وشر الأمور محدثاتها، شر
من الخمر، شر من السموم، شر من الحشيش، وهذه أشرار عظيمة، وشر منها البدع، لأن صاحب الخمر يعرف أنه شارب لما حرم الله وشارب لأم الخبائث، وأن الشيطان قد أزه وأنه قد صرعه وأنه على خطأ، لكن المبتدع لا يرى أنه على خطأ، ولذلك كانت البدعة أضر على الإسلام والمسلمين من شارب الخمر. فشارب الخمر لا يأتي إلى المسجد بقارورته، ولا يأتي إلى المنبر بكأسه، ولا يدعو الناس إلى خمره ومعصيته. وصاحب القات يستحي أن يدخل بالقات إلى المسجد، ويستحي أن يدخل بالدخان إلى المسجد، ويستحي أن يدخل بالشمة إلى المسجد، بل يضعها عند الحذاء وعند أبواب المساجد تعظيما للمساجد، تعظيما للمساجد. فلا يدخل صاحب شمة بشمة إلى المسجد، لعلمه أن الشمة لا تجوز لا في المسجد ولا خارج المسجد، ولا صاحب الدخان يدخل بدخان إلى المسجد، لعلمه أن الدخان محرم والمساجد معظمة، ولا يدخل صاحب الخمر بخمره إلى المسجد، لعلمه أن الخمر محرم. لكن صاحب البدعة يفتح الميكروفون ويصعد على المنبر ويدعو الناس إلى بدعته، ولا ينكر عليه ربما، وربما يجد تأييدا دوليا أو شعبيا أو حكوميا، لأن البدع إبليس هو الذي يشجعها ويؤيدها. فلذلك تجدون البدع وأهل البدع يصرخون ببدعهم ويدعون إليها، ولا يستحيون، يستحي شارب الخمر، ويستحي شارب الدخان، ويستحي شارب الشمة أن يقوم بهذا أمام الناس، ولا يستحي أهل البدع أن يعلنوا بدعهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. فالبدعة يا عباد الله شرها خطير، حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موضع وفي كل خطبة وفي كل مجلس، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة أي في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانظروا يا عباد الله عاقبة البدع وأهل البدع والعياذ بالله. فالحذر يا عباد الله من استحسان البدع. قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، أعظم ما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج الصلاة، أعطي الصلاة، ينزل جبريل بالشرائع إلا الصلاة، صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى فأعطاه الله الصلاة. كم اليوم من المسلمين من يضيع هذه الهدية والعطية من الله لرسوله؟ كم ممن ينام عن صلاة الفجر؟ كم ممن لا يعرف المسجد إلا في الجمعة؟ كم ممن يقطع الصلاة والعياذ بالله؟ الصلاة آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. فابتلينا بأناس يحيون ليلة الإسراء والمعراج ويضيعون الفريضة، يحيون البدع ويضيعون الفرائض. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فتجدهم يحيون ليلة الإسراء والمعراج بالبدع والموالد والذبائح والأكل والشرب والتراقص وغير ذلك، ثم يصبحون نيام عن صلاة الفرض، الصلاة المشهودة، صلاة الفجر التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فالبدعة من مضارها أنها تعظم الشر وتقلل الخير في القلوب، فيقل الخير وتعظيم الله عز وجل وتعظيم الدين في القلوب، وتعظم البدعة والشر في القلوب. فإن البدعة شر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور، شر، أشر الأمور، شر بمعنى أشر، تحذف همزته شر وخير، تحذف همزته أي أخير وأشر، أعظم وأشر الأمور البدع. والبدع استحسان في الدين واستدراك على سيد المرسلين وتنقص لسادات المسلمين من الصحابة والتابعين. الرسول عليه السلام بعد الإسراء والمعراج مكث نحو 13 سنة لم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، ولم يحتفل بها الصحابة، ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، القرون المفضلة خير القرون ما احتفلوا بهذه الليلة. الذبيحة في رجب
قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه عن أبي هريرة. والعتيرة هي الرجبية، ذبيحة يذبحها أهل الجاهلية في رجب، فورثها أهل البدع. أهل البدع ورثوا ميراث الجاهلية. الرسول عليه السلام يقول: لا فرع، وهو أول نتاج يجعلونها أصنامهم، ولا عتيرة، وهي الرجبية التي تذبح في رجب، ومن أحب أن يذبح يذبح متى شاء ويتصدق ويعطي، ولكن لا يخصص رجب بالذبائح ونحو ذلك. ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، ولم يعتمر عمرة واحدة في رجب، ولا حث على العمرة في رجب، بل قال: عمرة في رمضان كحجة معي. فنسأل الله أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، ونسأله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.